بسبب السياسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين في مدينة القدس من بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وسحب الهويات وإغلاق المؤسسات الأهلية وقلة الخدمات المقدمة لهم، يتعرض الفلسطينيون لخطر تشريدهم من الأحياء التي ولدوا فيها. وبهدف مساعدة الفلسطينيين في القدس الشرقية، ينفذ الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوكسفام مشروع متعدد القطاعات، ويستمر لمدة 3 سنوات بهدف تمكين بعض المجتمعات الضعيفة والمهمشة. الوضع بالقدس خاص جدا، لأنه في آلاف من الفلسطينيين العايشين بالقدس الشرقية، خصوصا بالمناطق المهمشة مثل بلد القديمة وسلوان، عايشين في خطر الانتزاع من أحيائهم بسبب تردي نوعية الحياة وصعوبة الوضع الإنساني. هذا المشروع متعدد القطاعات وعم بتنفذ على مدار 3 سنوات، وبهدف على تمكين بعض المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية اللي بتضم البلد القديمة وسلوان والعيسوية ورأس العمود وسور باهر. وبتنسيق كامل تعمل 5 مؤسسات أهلية في مجالات الإرشاد القانوني والاجتماعي والصحة والزراعة من خلال هذا المشروع للوصول ومساعدة نحو 30,000 فلسطيني في القدس، كل حسب اختصاصها. الإغاثة الطبية بتكون بالدور الصحي في هذا المشروع. احنا بنشتغل مع 27 مدرسة في مجال التوعية الصحية، الإسعافات الأولية والفحوصات الوقائية لطلاب الصفوف الأولى في المدارس مع تحويل الحالات اللي بحاجة. زائد بنشتغل مع المجتمعات المحلية في 5 مناطق مستهدفة. كما يركز المشروع على تزويد المواطنين المقدسيين بالمعلومات والمهارات التي يحتاجون لها لتعزيز قدراتهم في عملية بناء مجتمعات أكثر استجابة وقدرة لمواجهة الانتهاكات التي يواجهونها. تهدف بالأساس لرفع وعي المواطنين المقدسيين بحقوقهم في الإقامة وكل القضايا اللي بتندرج تحتها، من سحب هويات لم شمل وقضايا تسجيل الأطفال اللي هي بسبب سياسة الاحتلال المتمثلة في سحب حق الإقامة، بالإضافة لتقديم استشارات قانونية مجانية للمواطنين اللي بحاجة لأي نوع من أنواع الاستشارات القانونية. طبعا أنا هلأ بعد الدورة هاي أنا صرت أعرف أكثر حقوقي كمقدسية هون وكيف أتعامل مع الداخلية، لأنه كله مربوط مع بعض، الداخلية مع بلم الشمل مع الأرنونة مع كل الأشياء هاي، إيش لازم الواحد يحضر إيش يجيب، لأنه في كتير ناس خسرت هوياتها لأنها بتجهل ما بتعرفش وين تتوجه. فمؤسسات زي هيك طبعا نأخذ أول إشي الاستشارة القانونية، وزي هيك ورشات عمل أو إنه ندوات أو إشي تعريف للمواطن المقدسي كيف يتعامل كيف يروح يستشير قبل ما إني أنا أروح أضيع هويتي.